قال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان إن عام 2020 من أكثر الأعوام تحديا منذ سنوات، وأضاف في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني السعودية 2020 الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية أن المملكة لديها قدرة كبيرة للتعامل مع كورونا، مبينا أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة. ريتشارد، أعتقد أن العام 2020 كان أكثر الأعوام تحديا أو يمثل تحديا لنا حتى خلال 100 سنة الماضية. بالنسبة لي أنا في وزارة المالية، ليس لي أنا في وزارة المالية فحسب ولكن للجميع، فالجميع يواجهون تحديات كبيرة. فالاقتصاد السعودي لم نتوقع الأشياء التي تحدث من حولنا وما نراها، فلقد بدأ الجميع العام 2020 بحذر ولكن أيضا مع بعض التفاؤل، الأمور المتعلقة بالتجارة، ولكن كان هناك قدر كبير من التفاؤل.